اكدت السيده انتصار السيسي قرينه رئيس الجمهوريه ان السلام هو روح الاديان السماويه وانه سيظل الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق الطمانينه الغائبه في العديد من المجتمعات التي دمرتها الصراعات والحروب وفي تدوينه لها على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي قالت السيده انتصار السيسي اننا نحتاج في اليوم العالمي للسلام الذي يحتفل به العالم اليوم الى ارساء ثقافه السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الاخر لبناء مجتمع امن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات